نستكمل على بركة الله الجزء الثاني من محاضرتنا حول التربية بالفلسفة والتربية. حقيقة لا يمكن فهم أي نظام تعليمي فهما صحيحا من غير فهمنا للأصول الفلسفية أو النظرية التي توجهه وتحكم مساره. فيقال أن الفلسفة والتربية وجهان مختلفان لشيء واحد. فالأولى يعني الفلسفة تبحث في أساسيات وماهية الحياة، والثانية يعني التربية تنفذ ذلك في شؤون الحياة العملية. لذلك أن البعض يطلق على التربية أنه فلسفة عملية تمس الحياة في كل موضع، بمعنى وكأنهم هم وجهان لعملة واحدة. إذن فلسفة التربية هي النشاط الفكري المنظم، لاحظوا النشاط الفكري المنظم الذي يتخذ الفلسفة وسيلته، أو تتخذ الفلسفة وسيلته لتنظيم العملية التربوية وتنسيقها وانسجامها وتوضيح القيم والأهداف التي ترمي إليها. إذن فلسفة التربية هي تطبيق الفلسفة بمعنى أساسيات ماهية الحياة على المشكلات التربوية. وعليه فإن فلسفة التربية تشمل تطبيق الأفكار والمبادئ والطرق الفلسفية، بمعنى تطبيق وجهات نظر الفلاسفة والمفكرون والمربون حول بعض القضايا التي تتعلق بالإنسان والمعرفة ومصادرها على المشكلات التربوية اللي تناسبها المعالجة الفلسفية، إذن أكثر من تناسبها مع المعالجة العلمية. إذن هي مجموعة الأفكار العامة والمبادئ اللي توجه العملية التربوية. فحقيقة كل منهاج موجود سواء بالمدرسة الابتدائية أو الإعدادية والجامعية، في مرحلة الماجستير، في مرحلة الدكتوراه، يجب وفي كل التخصصات يجب أن ينطلق من فلسفة تربوية معينة اللي هي فلسفة المجتمع والثقافة التي يعيش فيها الطلبة. لذلك فمنهاج الدراسة اللي موجود في العراق هو يختلف عما موجود في بريطانيا، ويختلف عما موجود في أمريكا، يختلف عما موجود في مصر، يختلف عما موجود في المغرب، وذلك بسبب الاختلاف الفلسفات التربوية وثقافة المجتمع. قد يكون هناك تشابه بين المناهج الدراسية اللي موجودة في البلدان العربية، أنا ذكرت مصر والمغرب والعراق، وذلك بسبب أن هناك مشتركات ثقافية كثيرة، أهمها الدين الإسلامي واللغة العربية بين أبناء هذه المجتمعات، بمعنى أن المنهج هو الأداة الرئيسية للمجتمع لتربية أبنائه وفق الصورة التي يريدها، وبالتالي يعكس المثل العليا والاتجاهات والاهتمامات في ذلك المجتمع. فلو نرجع على سبيل المثال، إذا مناهج الابتدائية
فهناك مثلا على ما أعتقد في مرحلة الصف الأول ابتدائي حول عادات وتقاليد الأكل، أو أنه هوية المسلم وهي ثقافة، أنه درس في التربية الإسلامية اسمه هوية المسلم، اللي هي الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن كتابنا والكعبة قبلتنا والمسلمون إخواننا والمسلمون خواتنا، هذه وإلى آخره. هذه يعبر عن فلسفة المجتمع وهي الدين الإسلامي. فإذا المنهج وكل المناهج اللي موجودة هي تعبر عن فلسفات معينة داخل المجتمع اللي موجودة به تلك المناهج. والسبب لذلك من أجل الحفاظ في هذا المجتمع والحفاظ على ثباته وحيوياته واستمراته وفق المعايير اللي ارتضاها ذلك المجتمع، وفي ضوءها يقرر ما هو الصواب وما الخطأ، ما الخير ما الشر، الجميل والقبيح، الحقيقي والزائف، المناسب وغير المناسب، بجميع الأنشطة سواء السياسية والاقتصادية والجمالية والتربوية. لذلك ما موجود في مجتمع معين قد يكون مقبول في هذا المجتمع، لكن هو غير مقبول في مجتمع آخر تبعا للثقافة اللي موجودة فيه. وهذا القبول والرفض عادة المجتمعات تتضمنه في المناهج الدراسية من أجل نقله من جيل إلى جيل آخر وهكذا تباعا. يعني على سبيل المثال لا الحصر، هناك أمور مقبولة في المجتمع العراقي، لكن هي غير مقبولة في مجتمع آخر، وحتى منها العربية والإسلامية. فعلى سبيل المثال لذلك استخدام العنف مع الأطفال في المجتمع العراقي، هناك قبول ولو مبطن على ضرب الأطفال حتى في المدارس وداخل البيت، لكن مثل هذا السلوك مرفوض تماما في مجتمع آخر، حتى في مجتمعات عربية، أنه لا يجوز ضرب الطفل حتى من قبل الوالدين، تصل الحالة إلى اصطحابهم إلى مراكز الشرطة إذا لوحظ ضربهم لأطفالهم. فإذا وحتى موضوع الحلال والحرام أو الصواب والخطأ والخير والشر، قبل قليل في الجزء الأول ذكرت على تصرفات معينة موجودة في المجتمع العراقي في سنوات في عقود ماضية تعتبر مقبولة، وهي السرقة وما سميناه بين قوسين الحوافة مقبولة، لكن مثل هذا السلوك الآن غير مقبول. فإذا ما يعتبر هو صواب في عقد ما من الزمن يعتبر هو خطأ في عقد آخر من الزمن أو في مجتمع آخر. لذلك يجب أن يكون أو تكون الأهداف الأساسية للتربية في المجتمع والإطار الفلسفي اللي تنظم هذه الأهداف يجب أن تكون واضحة في ذهن واضع المنهج وفي ذهن مؤلف الكتاب المدرسي والمشرفين على تطبيق المناهج والمدرسين، ويجب أن يكون أيضا واضح في ذهن الطلبة
لذلك إذا تكون هذه الأهداف يعني أقصد أهداف التربية الفلسفة اللي تنبثق منها، إذا لم تكون واضحة في أذهانهم ستكون ثقافة المجتمع شيء ومفردات الكتب شيء آخر، وبالتالي تحصل مشكلة وما تسمى بالفجوة القيمية أو في الفجوة الثقافية بين مجتمع وآخر. وهذا ما نلاحظه حقيقة الآن لدى الأطفال بسبب اطلاعهم من خلال الانترنت ومن خلال التليفون وبعض البرامج، وأن اطلاعهم على فلسفات وأطر تربوية غير ما موجود في المجتمع الذين يعيشون فيه. حصل نلاحظ هذا اللي من سلوكيات حقيقة وأفكار فيها يعد هدام للمجتمع لدى الأطفال ولدى الشباب بسبب عدم الرؤية الواضحة لأهداف التربية والفلسفة اللي موجودة في المجتمع الذين يعيشون فيه. لذلك هذا اللي نقول عنه، إذا لم يربط المعلم أهداف الصفية داخل الصف بالأطر الفلسفية الكلية اللي موجودة داخل المجتمع، فهنا ليس من المتوقع أن تفلح التربية في تحقيق الآمال المعلقة عليها، وعندئذ ستكون أو ستضيع بعالم الصورة في ركام الجزئيات والتفصيلات التي لا طائل منها.